بهيدي الفترة كان يواسوك المسلسلات التركية، تقعدي تحضريهم وعلبة الكلينكس حدك. مظبوط. الحمد لله قطعتيها لهالمرحلة، بما انه قطعت وصارت ورانا، فيك تخبريني شو رأيك بنهاية مسلسل عاصي؟ انا مش كتير مقتنعة. انت يعني اقول لك حبيت النهاية؟ حلوة كانت؟ ما حضرتيها؟ بس انا ما حبيت، بكيت كتير. انا بكيت ضليت ابكي، بس ما معي صرت احلم فيهم، بقوم كنت عايشه معهم ثلاث اشهر ما بدي اشوف حدا، كل نهار قاعده عم بحضرهم. بعدين كم مسلسل تاني قلت خلاص ما بقى بحضر، خلص من الماضي. نعم. وهلا بدنا ننتقل معك لفقره كلنا سمع. هالفقره برعايه لاحد، وان شاء الله بس يمشي البرنامج بصير برعايه احد ان شاء الله. بهالفقره محضرين لك طنجره مواضيع ساخنه، بدك تسحبي موضوع؟ بدك تقري وبدك تجاوب عليه بكل صدق وبكل شفافية وعلى طريقتك الخاصة. هيدي غنية قديمة؟ انتو بلقانكم بالقديم فيكن تساعدوني فيها. يلا بنغني معك. يلا. كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب، الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب. كتير هين انه المرأة تشتكي وتزعل وتفكر انه اذا تصرفت على انه هي مسكينة رح تاخد عاطفة وحب من يلي حواليها. برأي سهام تويني قديش مهم انه المرأة ما تحس حالها ضحية وما توقف نعمة الحياة يلي الله عطاها اياها مهما كان حجم الصعوبات يلي بتواجهها. سهام تويني كلنا سمع. يعني اكيد ما في شخص او حدا ما بيمرق بصعوبات بالحياة، كل واحد يمكن عنده طاقة يتحمل أكثر من غيره، هذا الشيء كمان طبيعي، بس مفروض احنا نوقف على أجرينا، والله بيعطينا كثير أشياء حلوة مثل ما بيعطي إنه كمان بيجيك أشياء صعبة بالحياة، وهذه كمان تجربة كلنا بنمرق فيها. ما في كله يجي هين وكله بيجنن وكله هين، لا هيدي منا ما في شيء هيك بالحياة، بس دائما ما في نازلة بلا طلعة، وهذا الشيء كثير بلاقيه يعني دائما بتصير معي، بكون اوقات كثير عم بنزل بس بيرجع في شيء، بيجيك قوه، بيجيني شيء وكلنا بنرجع بنمشي وبنكمل بالحياه. شكرا سهام توينس. سوسو، اذا شي يوم كنت ماشي وتفركشتي بتصير صايره تصيح بتصير بتعملي انه غمياني عن الوعي او بتنفضي عن حالك وبتعملي كانه ما صار شيء، بتكملي أو بتضلك ملقوحة بالأرض ودغري بتفوتي على الإنستغرام لتشوفي شو بلشوا يكتبوا عنك وعن هالفركوشة؟ الخبر بيوصل بسرعة. شو بتعملي؟ ناطرين. هلا راح أفوت بالإنستغرام بيطلع مين إذا حدا شاف ما شاف، هلا إذا كثير بعمل حالي وكثير وجعت مثلا. أنا هيك أول شيء بيجي ببالي هيك في السمعة.